ekb.eg وافتح كنز المعرفة. مدرستنا ننجح بالعلم نكبر بالأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة لمادة الأحياء، ونستكمل فيها دراسة موضوع التكاثر. الحلقة السابقة كان التكاثر في النباتات الزهرية، وزي ما هنعمل مراجعة سريعة للجزء ده اللي هو تم الحلقة السابقة، وهناخد عليه مجموعة من الأسئلة عشان يبقى اكتمل الموضوع. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تركيب الزهرة زي ما هيبان قدامنا في الصورة اللي قدامنا. تذكرة بسيطة أن الزهرة تتكون من 4 محيطات. المحيط الخارجي هو الكأس، ثم يليه التويج ناحية الداخل، ثم يليه الطلع وهو عدو التسكير، ثم يليه المتاع وهو عدو التانيس. قلت لكم في بداية الحلقة اللي فاتت، وأيضا بأكد كمان النهاردة، لابد ان احنا نعرف ان هذه المجموعة من النباتات الزهرية سميت بهذا الاسم لان الزهرة فيها هي عضو التكاثر. الزهرة التي امامنا هي الزهرة النموذجية زي ما قلنا في الحلقة السابقة، او الزهرة الخنسة، او الزهرة الكاملة. الزهرة اللي قدامنا هذه الزهرة تعتبر موديل او نموذج لكثير من النباتات الزهرية. الحلقة اللي فاتت تكلمنا أيضا على ما يسمى بوظائف الزهرة. قلت لك عزيزي الطالب وعزيزات الطالبة، ما تنسيش كما أن للزهرة 4 محيطات، أيضا للزهرة 4 وظائف. بس قبل ما ننقل على وظائف الزهرة، أحب أذكركم بالآتي. الزهرة أيضا قد تنشأ من ذات قنابة أو بدون قنابة. القنابة هي عبارة عن ورقة خضراء أو حرشفية تخرج من إبطها الزهرة. أيضا الزهرة قد تكون زهرة معنقة يعني ذات عنق، وقد تكون الزهرة بدون عنق أي جالسة. الزهرة من حيث المنشأ تنقسم إلى نوعين، قد تنشأ زهرة وحيدة أي زهرة واحدة فقط على النبات، ومنها نوعين. النوع الأول وهو الزهرة الطرفية والتي تحد من نمو الساق، ومن الأمثلة لها هي زهرة التيوليب. أو تكون زهرة وحيدة ولكن تنشأ من إبط الساق أي من أسفل، وفي هذه الحالة لا تمد أو لا تمنع نمو الساق، ومن أمثلتها زهرة البيوتونيا. هناك أيضا أمثلة أخرى لهذه الأزهار، أنها تنشأ متجمعة على ما يسمى بالمحور الزهري، وتكون ما يسمى بالنورات. والنورات لها أشكال متعددة، ولكن من الأمثلة المشهورة للنورات ليتجمع الكثير من الأزهار على محور واحد، النبات الفول ونبات المنصور. بعد ما انتهينا من الجزء الخاص بتركيب الزهرة، أفكركم أيضا كمان بما يتعلق بالوظائف الأربعة للزهرة. الوظيفة الأولى للزهرة كانت هي تكوين حبوب اللقاح. الوظيفة الثانية هي تكوين البويضات. الوظيفة الثالثة هي عملية التلقيح والإخصاب. الوظيفة الرابعة هي تكوين الثمار والبذور. أنا أعلم تماما أن الجزء الخاص بالنبات في منهج الأحياء بيحتاج إلى كثير من التركيز، لأنه بيكون أصعب شوية من الجزء الخاص بالإنسان. فأراجع معكم سريعا أيضا مراحل تكوين حبوب اللقاح. في مراحل تكوين الحبوب اللقاح قلنا أنا عندي ما يسمى بالموتك، الذي يحتوي على 4 أكياس، وهذه ال4 أكياس بتبقى مملوءة بخلايا جرثومية أمية. هذه الخلايا الجرثومية الأمية كل واحدة فيها يحدث لها انقسام ميوزي. هذا الانقسام الميوزي تمام يحول من خلايا جرثومية أمية 2 نون إلى جراثيم صغيرة تكون نون. كل جرثومة صغيرة يحدث فيها مجموعة من التغيرات. التغير الأول أنها تنقسم نواتها اللي هي أحادية المجموعة الصبغية إلى نواتين. الأولى تسمى النواة المولدة،
والثانية تسمى النواة الأنبوبية وتحاط بجدار سميك لحمايتها. هنا تتحول الجراثيم الصغيرة إلى حبوب لقاح، فيصبح المتك ممتلئ بحبوب اللقاح. يتحول الجدار الفاصل ويتحلل الجدار الفاصل بين كل كيسين، وتصبح حبوب اللقاح جاهزة لعملية الانتشار لحدوث عملية التلقيح. اللي خلي بالك أن أثناء تكوين حبوب اللقاح حدث أولا الانقسام الميوزي، ثم حدث ثانيا الانقسام الميتوزي، ثم انتقلنا لجزء أصعب شوية من تكوين حبوب اللقاح، ألا وهو تكوين البويضات. في تكوين البويضات هناك صعوبة شوية، لأنه بيكثر عدد الانقسامات. إن كان عدد الانقسامات تمت لتكوين حبوب اللقاح انقسامين فقط، ميوزي ثم ميتوزي، هنا لتكوين المشيج المؤنث الذي يعرف باسم البيضة محتاج إلى 4 انقسامات. الانقسام الأول هو ميوزي، ثم 3 انقسامات متتالية هي انقسامات ميتوزية. قدامنا على الشاشة ده المبيض، والمبيض بيحدث فيه الآتي: تظهر البويضة كانتفاخ على جدار المبيض. 2، يصل البويضة بجدار المبيض حبل سري ينقل إليها المواد الغذائية. تحاط البويضة بغلافين يسمى غلافة البويضة، ما عدا فتحة صغيرة تسمى النقير، وهذه الفتحة ضرورية لحدوث عملية الإخصاب. لأنه ماذا يحدث إذا تم إحاطة الأغلفة إحاطة تامة؟ في هذه الحالة لا يتكون النقير، فلا تحدث عملية الإخصاب. بداخل هذه البويضة خلية جرثومية أمية تنقسم انقساما ميوزي، فتكون 4 خلايا. وهنا الاختلاف، 4 خلايا يتحلل منهم 3 وتبقى 1، التي تبقى دي تسمى الكيس الجنيني. هذا الكيس الجنيني يحدث لنواة أحادية المجموعة الصبغية 3 انقسامات ميتوزية. بمعنى النواة الأولى تنقسم ميتوزيا تكون نواتين، ثم النواتين ينقسموا ميتوزيا للمرة الثانية يكونوا 4 أنوية، ثم ال4 أنوية تنقسم ميتوزيا للمرة الثالثة فتكون 8 أنوية. بعد ذلك هذا الكيس الجنيني يحاط بنسيج غذائي يسمى النيوسيلا. لا تنسى عزيزي الطالب أن البويضة ظهر لها حبل سري يوصلها بجدار المبيض لينقل إليها المواد الغذائية. وأيضا نسيج النيوسيلا أحاط بالكيس الجنيني ليمد بالمواد الغذائية. بعد ذلك هتصبح هذا الكيس الجنيني هتحدث فيه مجموعة من التغيرات. بداخل الكيس الجنيني 8 أنوية نتيجة الانقسامات الميتوزية 3، 4 في كل طرف، تهاجر واحدة من كل 4 إلى وسط الكيس الجنيني. وهنا تتكون نواتين بوسطه تماما تسمى نواتي الكيس الجنيني، وأحيانا تسمى النواتين القطبيتين. بعد ذلك الأنوية التي ناحية النقير والأنوية البعيدة عن النقير تتحول إلى خلايا، بمعنى أنها تحاط بجزء من السيتوبلازم وغشاء، فتتحول إلى 3 خلايا ناحية النقير و3 خلايا بعيدة عن النقير. إذا أصبح داخل الكيس الجنيني ما يسمى بالنواتين، لما نواتي الكيس الجنيني و6 خلايا. نيجي للخلايا التي تقابل النقير تماما، الخلية المقابلة للنقير تماما والتي في الوسط تكبر في الحجم وتسمى خلية البيضة. ما تنساش عزيزي الطالب أن خلية البيضة هي المشيج المؤنث، وما يوجد بجانبها بيسمى الخليتين المساعدتين. ثم الخلايا البعيدة عن النقير تسمى الخلايا السيميتية، وهنا تصبح البيضة جاهزة لعملية الإخصاب. نبتدي بقى نطبق على مجموعة من الأسئلة أمامنا على الشاشة على موضوع الحصة الحالي اللي بيتكلم عن التكاثر في النباتات الزهرية. السؤال الأول: تتكون حبوب اللقاح في النباتات الزهرية عن طريق، ادي لي 4 إجابات. الأولى هو عبارة عن الانقسام الميوزي، طب والثانية الانقسام الميتوزي، طب والإجابة الثالثة الانقسام الميتوزي يليه الانقسام الميوزي، طب والرابعة الانقسام الميوزي يليه الانقسام الميتوزي. عزيزي الطالب
وعزيزات الطالبة لازم نعرف حاجة، إن انقسام واحد مش هينفع، لازم يكون عندي انقسامين. طب إيه الانقسامين اللي هم عندي؟ ومين الأول ومين التاني؟ طبعا الإجابة الصحيحة بعد تفكير بسيط، وأنا قلت الكلام ده أكتر من مرة، هتكون الإجابة رقم د هي الإجابة الصحيحة اللي هتتظلل قدامنا، الانقسام الميوزي ثم الانقسام الميوزي. لأن في الانقسام الميوزي زي ما قلنا حولنا الخلية الجرثومية الأمية ثنائية المجموعة الصبغية إلى أربع جراثيم صغيرة كل منهم نون، والانقسام الميتوزي أدى أو حول هذا النواة اللي داخل الخلية الجرثومة إلى نواتين، أحدهما نواة مولدة والأخرى النواة الإنبوبية. هذا السؤال أيضا قد يأتي بشكل مختلف، تمام؟ ماذا يحدث لو قلنا تتكون بدلا من حبوب اللقاح، هنقول تتكون البويضات في النباتات الزهرية عن طريق نقط؟ يا ترى الوضع يختلف؟ الوضع لا يختلف، نفس الكلام. الإجابة الصحيحة هتبقى هي الانقسام الميوزي ثم الانقسام الميتوزي. يبقى احنا من خلال هذا السؤال نقدر نطلع بقاعدة عامة. ايه هي القاعدة العامة لتكوين الأمشاج المذكرة أو الأمشاج المؤنثة في النباتات الزهرية؟ نبدأ أولا بانقسام ميوزي ثم يلي انقسام ميتوزي. هذا السؤال ممكن يأتي بصورة أخرى، تمام؟ ويطلب فيه الآتي، تمام؟ ماشي، عدد الانقسامات. أقول له تتكون حبوب اللقاح في النباتات عن طريق عدد من الانقسامات، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ أقول له تتكون حبوب اللقاح عن طريق انقسامين اثنين، يبقى اختار اثنين. ليه الانقسامين الاثنين؟ لأن الأول كان انقسام ميوزي ثم انقسام ميتوزي. ممكن يأتي هذا السؤال بطريقة أخرى، تتكون البويضات في النباتات الزهرية عن طريق عدد من الانقسامات، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ احنا عارفين ان عشان المشيج المؤنث اللي هو خلية البيضة تكون، كان عندي انقسام ميوزي واحد وثلاث انقسامات ميتوزية، يبقى اختار أربعة انقسامات، تمام؟ ثم ننتقل إلى السؤال الثاني. تمام، الشكل المقابل، تمام، هو عبارة عن شكل للبويضة، والسؤال بيقول افحص الشكل المقابل ثم أجب. من المسؤول؟ أو يتكون الكيس الجنيني من الجزء رقم. أنا عندي ثلاث أربع إجابات، واحد وبعدين ب اتنين وجيم ثلاثة ودال أربعة. طب يا ترى السؤال هنا بيتكلم عن إيه؟ عن الكيس الجنيني جاي منين؟ مش هو فين الكيس الجنيني؟ هنا مفيش كيس جنيني قدامي، دي بويضة. إذن الإجابة الصحيحة اللي هتتظلل على الشاشة قدامنا هي رقم واحد، لأن واحد ده بيشير إلى الخلية الجرثومية التي انقسمت انقساما ميوزيا فكونت أربع خلايا، ثلاثة تتحلل ويبقى واحدة تسمى الكيس الجنيني. يبقى إذن في السؤال السابق كانت الإجابة رقم واحد. في السؤال اللي قدامنا ده هو سؤال عن التلقيح، وبيتكلم عن من خلال الشكل الذي أمامك أجب نوع التلقيح الذي يحدث في هذه الزهرة، وجيب لي أربعة إجابات. ألف تلقيح ذاتي دائما، ب تلقيح خلط بواسطة الرياح، جيم تلقيح خلط بواسطة الحشرات، دال تلقيح خلط بواسطة الإنسان. لما نبص للزهرة دي، أولا تعالى مع بعض هنستبعد رقم واحد. ليه استبعدنا رقم واحد اللي هو التلقيح الذاتي؟ لأن احنا قلنا التلقيح الذاتي أن يكون مستوى المتك مرتفع عن مستوى المياسم، ده واضح أن المتك منخفض. طيب اتنين، تلقيح بواسطة الرياح. طب ما واحد يقول لي ممكن نكون تلقيح خلطي بواسطة الحشرات، أو لو هو الإجابة هناخد الإجابة جيم، كان لابد أن يجيب لي بتلات الأزهار ملونة. إذن في هذه الحالة هتكون الإجابة رقم ب اللي هو تلقيح خلطي بواسطة الرياح. لماذا اخترنا الإجابة ب؟ لأن هنا المتك معرض للهواء بشكل كبير، هذا يسمح لأن حبوب اللقاح يحملها تحمل عن طريق الهواء وتنتقل إلى الماس. حاجة تانية يمكن مش مقررة عليكم، بس نبص لشكل المياسم، هي مياسم ريشية الشكل، تمام؟ في هذه الحالة يسهل علي التقاط هذه الحبوب عندما تمر الرياح على تلك الزهرة. إذن الإجابة هتكون تلقيح خلطي بواسطة الرياح.
السؤال الرابع في حصتنا النهارده بيتكلم عن يتميز التلقيح الخلطي عن التلقيح الزيادي. عندنا اربع اجابات. الف: التلقيح الخلطي ينتج عنه بذورا تعطي افرادا تحمل نفس صفات الابوية. ب: التلقيح الذاتي مكلف بيولوجيا. ج: التلقيح الخلطي ينتج عنه بذورا تعطي افرادا اكثر تكيفا مع التغيرات البيئيه عن الناتجه من التلقيح الذاتي. ثم د: التلقيح الذاتي يستهلك طاقه اكبر. تعال نمسك الاجابتين ب ود. ب ود: التلقيح الذاتي مكلف بيولوجيا او التلقيح الذاتي يستهلك طاقه اكبر. ازاي؟ ده التلقيح الذاتي ان كل اللي يحدث ان حبوب اللقاح هتنتقل من منتج الزهره الى ميسم نفس الزهره، او من منتج زهره الى ميسم زهره اخرى على نفس النبات. اذا في هذه الحاله لا يوجد تكلفه بيولوجيه ولا يوجد استهلاك للطاقه. يبقى امامنا اجابتين، اجابه الف واجابه جيم. اجابه الف بتقول ان التلقيح الخلطي ينتج عنه بذور تعطي افرادا تحمل نفس صفات الابوين. ازاي؟ ده انا بجيب حبوب اللقاح من اب، وبجيب حبوب البويضات من ام، وابتدي اعمل بينهم خلط، فما ينفعش انه يكون التلقيح الخلطي يحمل صفات الابوين. اذا الاجابه رقم ج ان التلقيح الخلطي ينتج عنه بذورا تعطي افرادا اكثر تكيفا مع التغيرات البيئيه الناتجه من التلقيح الذاتي. خلي بالنا الاسئله دي اسئله هي اجزاء وليست الكل، ولكن يذكرني بعض الأمثلة. سؤال على حبوب اللقاح وسؤال على البويضات. عندما يأتي بسؤال أن داخل كيس من أكياس حبوب اللقاح 10 خلايا جرثومية، طالما بتسأل كتير كم عدد حبوب اللقاح؟ أنا قلت لك أن المنتج بيحتوي على 4 أكياس، فكل كيس فيه 10، يبقى 10 خلايا جرثومية في 4 يديني 40. وبما أن الخلية الجرثومية تعطي 4 حبوب لقاح، فبضرب الـ40 في 4 بآلة حاسبة معاك كده سريعا، هتلاقي عندك 160 حبة لقاح. الكلام ده بيحصل في أثناء تكوين الأمشاج المذكرة. أما الأمشاج المؤنثة لما يقول لي 4 خلايا جرثومية أمية تكون كام بويضات؟ ما ننساش أن الـ4 خلايا جرثومية تكون 4 بويضات، وتكون حاجة اسمها 12 جسم قطبي، دي هنتعرف عليها بعد ذلك. لكن هنا دايما عدد حبوب اللقاح بتبقى أكبر عددا من البويضات. هنا تنتهي أعزائي الطلاب والطالبات حلقتنا اليوم. استكملنا فيها الجزء الخاص بتركيب الزهرة ووظائف الزهرة إلى التلقيح، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله سنتناول فيها الإخصاب. و إلى لقاء آخر وإلى حلقة جديدة، أتمنى لكم التوفيق. محدثكم ماهر المنياوي كبير معلمي الأحياء. مدرسة